ثقافات مركز النور تمني قاطع الشيخ العاشق الشاعر عطى الحاج يوسف منصور تمنى وهو في جهل أضاع شبابا مدرأ شيبا أرع تمنى وهو في جهل أضاع تمنى وهو في جهل أضاعه شبابا مدرأ شيبا أراع تمنى أن يعود به زمان ويرجع ساعة الأيام ساعة بها دعواه يرفع احتجاجا على ظلم الزمان من الرضاع ويشكو للشباب ويشكو للشباب ما لحال وشيبا ما لحال وشيبا قد رأى في الشناع تمنى أن يعود له شباب تمنى أن يعود له شباب على ظن بي المناع تمنى أن يعود له شباب على ظن به يجد المناعة تمنى والتمني رأس مال لمأزوم بخسران البضاعة تمنى وهو يدري ذا محال ولا يدري السليب هي القناع ولا يدري إذا عاد افتراضا يعود بجهله ويعود هاعة ولا يدري ولا يدري المشيب له اعتبار إذا ما أحسن المرء اتباع به نضج الرجول التي حين يبدو وعقل راجح في الوداع هو العين البصيرة اللوعة يهذب في بصيرتي طباع وما
سحر الشباب سوى افتتان وما سحر الشباب سوى افتتان فإما للزهور أو الرفاع شباب غالب الشهوات فيه وما سحر الشباب سوى افتتان فإنما للسمو أو الرقاع شباب غالب الشهوات فيه وطبع النفس وطبع النفس تغلبه الخلاع شباب غالب الشهوات فيه وطبع النفس تغلبه الخلاع فمن ظن الشباب له امتيازا فكم من خائب يشكو صداع فمن ظن الشباب له امتيازا فكم من خائب يشكو صداع يعيش وينتهي بين الأماني ومن أوهامها يملي ضواع يعيش وينتهي بين الأماني ومن أوهامها يملي صواع فقل للمشتكي شيبا سلاما فقل للمشتكي شيبا سلاما ضياء الفجر ما أبهى شعاع ويا تمنى لو تمنى ويا من قد تمنى لو تمنى لذيذ العيش في ترك اللعاع وإن ضلالة العقل الأماني مغازلها تدور بها الخلاع ويا من قد تمنى ما التمني إذا ما لم تكن معه الشجاع فإن ذهب الحمار بأم عمرو فدنياه التي يرجو فقاع فإن ذهب الحمار بأم عمرو فدنياه التي يرجو فقاع الرجل الهاع الرجل الضجر الصواع المكيال اللعاع الدنيا هذه القصيدة جاءت بعد سماع لرجل يتمثل بقول الشاعر ألا ليس الشباب يعود يوما إلى آخر البيت يقول الحاج عطا